السلام عليكم، جينا نخدمو نرشمو هذه ال نابخو هكذا، هذه هكذا. يلا نبداو، جيبو كاغط تاعنا، ديرو خط 10 سنتيم، نقسموها على زوج، جيبو المنقالة تاعنا، هنا ديرو 30 سنتيم، هنا 30 سنتيم، هنا 90، يعني زاوية قائمة هكذا. دركا شوفو البنات، منا لهنا نطلعو ب3 سنتيم هكذا، منا لهنا 3 سنتيم، هاي من النقطة هذه ديرو هكا 3 سنتيم. دركا نطلعو منا لهنا، صبر، منا لهنا نقسموها، جاتنا 3، ديرو 1.5، ناخذو المنتصف تاعها. دركا نتبعو هذا المنتصف منا لهنا 5 سنتي، ونديرو القوس تاعنا هكذا. ديروا القوس تاعنا، نجيبو نيلو، نرفدو هذا التقويصة هكذا، نجيو نقلبو النيلو تاعنا منتصف هكذا هكذا. نجيو هنا هكذا، دركا نوصلو هذه مع هذه، وهذه مع هذه. دركا حنا واش نجيو نديرو، نجيو نرفدو هذه الوردة تاعنا دوكا. هنا نقلبو هكذا باه نرسمو هذه، هكذا هاي الوردة تاعنا. نشرب دقيقة، جيو نرسمو الوردة تاعنا
هكذا. شوفوا البنات دوكا نديرو خط منا لهنا هكذا. دوكا حنا واش نجي نديرو هاي، نجيو نحطو هذه نحطو غير هذو الزوج هكذا. ناخذ المنتصف تاعنا نحطوا هذه في الخط اللي درناه هكذا. ناخذ المنتصف تاع الخيط ونشوفوا هنايا هذوك الورقات هذه هي الوردة تاعنا هذا هو الشكل تاعنا متبانش جاب ستيلو خلاص هذه هي هنايا هادو ما هكاش شويه دوروهم خاش حنا دا مقمقمين نتوما شويه دوروهم بجينا نبخو مدوره المهم هذه هي الطريقه هكذا
كلها. هذه هي النتيجة تاعنا بنات. سلام. سلام.